زي حضراتكم انا لازم ابدي اعجابي الشديد بفرقه رضا. طول عمري من وانا عيل صغير قد كده احب اتفرج على كل الافلام اللي ليها علاقه بفرقه رضا، حب غير طبيعي. خليني ارحب جدا بدكتور ايناس عبد العزيز مدير الفرقه، اهلا بيكي. ازيك استاذ محمد القذافي كبير المدربين للفرقه، منورنا. اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. لازم ابدا الاول بان انا اشكركم جدا انكم نورتونا النهارده، وده بيبقى مجهود انا عارف، وتتحركوا من المكان وتيجوا على هنا وتعينوا بالظبط الاستوديو وتشوفوا طريقه الحركه هتتعمل ازاي، فيعني انتوا عملتوا جهد مضاعف علشان تنورونا، فابدا الاول بالشكر. دكتور ايناس هبدا الاول، احنا الفرقه دلوقتي بقت قد ايه؟ قد ايه عدد يعني؟ حوالي تقريبا 50 راقص وراقصة، وحوالي برضو زيهم موسيقيين 50 تقريبا. يعني احنا تقريبا حوالي 100، لا 50 راقص 50 راقصة، وفي إداريين طبعا يعني، وفي عندنا الموسيقيين والعازفين حوالي 50 تانيين، يبقى كده 150 يعني تقريبا 200-300 واحد. لا مش قوي كده، مش قوي للدرجه يعني ممكن يكون 150. طب بعدين بيقولوا لنا يا جماعه مش معقول كل دي ميزانيات وبتاع. مش ممكن. لا بس انتوا تستاهلوا اكتر من كده بصراحه. احنا كده بقالنا كام سنه فرقه رضا؟ بالنسبه لي انا، لا الفرقه، مش هنقول بالنسبه لحضرتك. الفرقه احنا كنا من حوالي 3 سنين عاملين 60 سنه فرقه رضا. 60 سنه فرقه رضا يعني دلوقتي 63 تقريبا.